كون جماعة الخير، أهلا وسهلا بكم ويانا وفقرة صحتك مع زمن. اللي ما تابعونا سابقا يقدرون هسه يتابعون. لهذه الفقرة تنقل لكم المعلومة الصحية والطبية بشكل بسيط ومجاني حتى يفيدكم ويأثر في حياتكم وحياة الآخرين. ولكن راح نحكي اليوم موضوع يهمكم كثيرا، اللي هو موضوع الصداع وجع الرأس. شنو الحالات الخطرة اللي لازم ننتبه عليها، وشلون نواجه الموضوع بعلاج بسيط وسهل ومتوفر عند الجميع. شنو أكثر الأسباب شيوعا؟ راح نحكي تفاصيل بسيطة ولكن مهمة بحياتكم. مثل ما قلت لكم، بما أنه احنا نقدم المعلومات دائما، لا تنسون تتابعون القناة. الصداع عرض شائع، هواي ناس يصير عندهم وجع بالرأس، هواي بيكم يعرفون أنه يأخذون حباية حبايتين باراسيتامول أو إيبوبروفين. هل هذا الموضوع صحيح؟ يسرى نجل التفاصيل. الصداع ممكن يتألف عليه كتب طويلة. ليش؟ لأنه يدخل بعدة مجالات وأسباب متعددة. ممكن أسباب لها علاقة بالعين، ممكن لها علاقة بالأذن، ممكن بالدماغ نفسه، ممكن مرات حالات نفسية، ممكن حالات أخرى تسبب أعراض ومشاكل باقي أجزاء الجسم. فالموضوع مو كلش واضح. فالمفروض أنه نعرف الحالة الخطرة حتى ننتبه عليها، ونعرف شو وقت نروح المستشفى، ونعرف فد حالة شائعة جدا تصير بالعراق، خصوصا احنا هسه في فترة الصيف بالعراق الكثير من عندنا ما ينتبهون عليها، وممكن علاجها بأسلوب بسيط. نجي للحالات الخطرة. الحالة الخطرة لازم ننتبه عليها هي حالات اللي تتعلق بما يسمى النزف في الدماغ. هذه الحالة يسموها سباركنويد هيمورج، اللي تتميز بأنه الصداع يجي بشكل مفاجئ جدا وبشكل قوي بشكل كبير جدا ما متعود عليه الإنسان في السابق. وأحيانا هذا يكون مصاحب أنه الإنسان ده يسوي جهد عضلي أو عصبي كبير ويصير عنده هذا الألم. فالأفضلية هذه الحالة أنه نروح المستشفى. شنو الأعراض اللي تصاحب هذا الموضوع؟ أكو أعراض تصاحب هذا الموضوع غير الصداع. من عندها أنه أحيانا يصير حالات تقيؤ، يعني الإنسان مثل ما بالعراق يقولون يدب من رأسه، يستفرغ الطعام، وهذه ممكن تكون واحدة من العلامات اللي تشير لخطورة الموضوع. أيضا موضوع آخر ممكن يصير، بس مو كل الحالات، هو أنه يصير ضعف بإحدى اليدين أو يصير ضعف بإحدى القدمين أو مشاكل حتى بالوجه، هبوط إحدى صفحات يعني جانب معين من الوجه. فإذا صارت هذه الأمور لازم ننقل المريض إلى ردة الطوارئ حتى يشوفوا طبيعي، يشوفون هل المسألة هذه هو هذا الحالة اللي يخاف من عندها لو لا، لأنه أكو شغلات وفحوصات ممكن يسووها الأطباء تنقذنا بهذا الموضوع. فهذا حكينا عن الحالة خطرة، ولكن هذه حالة مو شائعة، يعني تصير ونشوفها بالمستشفيات، ولكن مو كل صداع هو هيك. الصداع لأسباب متعددة، مثلا الناس اللي متعودة تلبس نظارات أو اللي عندها ضعف بالبصر حتى لو بعد ما بسوي نظارة، ممكن يكون هذا السبب هو أحد أسباب الألم بالرأس. فعادة من النصائح اللي ينطي الناس أنه تأكد أنه إذا أنت متعود تلبس نظارة أنه تلبسها دائما من تقرأ. إذا عدت تشوفك مشاكل لساعدك بالنظر، لا تنسى أنه تروح وتشوف تسوي فحص بصر حتى تتأكد مو هذا هو السبب اللي يسوي لك الآلام بالرأس. دورات واحد يحس أكو فد حلقة على رأسه من الألم والوجع، هذه عادة سبابها نفسية. الأسباب النفسية عادة بالعراق مهملة، لكن هاي مهمة. ليش؟ لأنه الشد العصبي والتفكير والضغط النفسي ممكن يسبب آلام بالرأس، وممكن يكون لها آثار على الجسم على الفترات الطويلة. نجي لحالة شائعة بالعراق عندنا وتسبب آلام بالرأس، الناس تنسى تشرب مي، الجو حار وتمر أوقات طويلة. وأنا أعرف ناس تتردد أنه تشرب مي. ليش؟ لأنه يخافون يصير عندهم تدرب، يقول لك إحنا ده طالعين برا وين نروح نلقى تواليتات. وهي مسألة واقعية، يعني واحد يشيل هم، ولكن لا تضحي بكليتك بسبب هذا. ليش؟ لأن هاي الآثار على الكلى وعلى الرأس والصداع اللي قلنا. البحوث الغربية تقول أنه الإنسان لازم يشرب حدود لترين إلى 3 لترات بالماء. طبعا هذه يعني ما مدى مشابهتها لأجواء العراق. والعراق الأجواء عندنا حارة. الدليل الأفضل اللي نقدر نعتمد عليه والمقياس هو مسألة التدرب أو الذهاب إلى
الحمامات، التبول والتدرر، انه لازم اللون اللي يطلع عندنا هو لون مشابه وقريب من لون الماء. يعني اذا لاحظنا انه الادرار او التبول لون اصفر يعني غامق، او احنا بالعراق نقول طوخ، فمعناتها ما ندري نشرب مياه بكميات كافيه. وكلش مهم انه نشرب مي بكميات كافيه وبشكل طبيعي، حتى لو شربنا زايد الكليتين راح تقدر تخلص من عنده. طبعا الناس اللي عندهم امراض بالكلى او امراض بالكبد او بالقلب، يعني عجز كلوي او عجز بالقلب، راح ينتبهون على كميه المي اللي يشربوه، بس هذول المفروض يعني سابقا سمعوا نصائح من اطبائهم. ولكن الشخص الاعتيادي، الشخص اللي عنده امراض بسيطه مثل الربو والقحة، وهاي لازم يعوض السواء اللي يشربه، لان هذه تسوي صداع. هذه فكره عامه، راح نحاول نحكي على مواضيع كثيره اخرى. اخليكم ويانا، وياكم دكتور زمن الخفاف. لا تنسون تتابعون القناه وتتواصلون ويانا وتكتبون لنا شنو المعلومات اللي تحبون تعرفوها بالطب والحياه الصحيه. تحياتي لكم ومع السلامه.